31,156 عداء وعداء من 82 دولة عربية وأجنبية رقدوا في ماراثون بيروت هذا العام للسنة التاسعة على التوالي. ولعل السباق الأكثر نجومية كان للرسميين الذين حضروا على مختلف انتماءاتهم السياسية، لا لشيء سوى للركض. اليوم عم نشوف الماراثون 31,000 الوقت عم نشوف الحكومة عم تستقيل. طولي بالك علينا سما استقالت. رايح تشارك بمهرجان طرابلس؟ رايح ركض من بيروت على طرابلس مع الوزير. قبل كنت عم تركض بالماراثون كوزير، اليوم ليش عم تركض ماراثون؟ لا كوزير كنت عم بركض بالماراثون برات الماراثون، هلا عم بتنفس اكثر. هل تمثل رئيس الحكومه السابق سعد الحريري؟ لا انا عم مثل نفسي اليوم، هو بيركض لحاله. عم يركض لحاله لكرمال شو؟ كرمال لبنان. دائما بيركض كرمال استقلال لبنان وكرمال المحكمة الدولية وكرمال التضامن مع الشعب السوري. أي برأيك رح يسبق الماراثون، أرقام قياسية ولا استقالة الحكومة؟ لا بعتقد لبنان والسلطات بلبنان حتى تاخذ الرقم القياسي بالوقت الضايع والفرص الضايعة. إلا أن عون لم يضيع الفرصة هذه المرة لأنه حل في المرتبة الأولى في سباق رسمي. صغارا وكبارا حضروا ولكل منهم هدفه. ابني عباس عنده اوتيزم، نحن عم نركض كرمال التوحد ونعرف العالم شو هو التوحد. نطلق صرخة للشباب الاخرين تما يفوتوا بمشكلة الادمان. بعمرك هين الركض؟ ايه اذا بتتمرن هين كل شيء. هيدا الفرح بداخل كل لبناني يلي بيريد ودايما بيصرخ بصوت عالي انه نحن بدنا السلم بدنا الاستقرار. الام تي في شاركت ايضا في دعم السباق. اليوم خلصت الاولى باللبنانيه، بشكر الام تي في على سبونسر. هيدا اكيد ساعدنا كأطلع اخذ المركز الثاني. مشهد الانطلاق لا يشبه بشيء مشهد الوصول، حيث الارهاق سبق العدائين الى خط النهايه. أثبت السياسيون اليوم أن لياقتهم الرياضية أفضل بكثير من لياقتهم السياسية، وخصوصا أن الوضع الحكومي مأزوم وعلى النحد. من ماراثون بيروت، جويس عقيقة، MTV.